كيفك اليوم؟ اليوم بدي أحكي معك موضوع من أخت لأخت. إذا كنت أنت بمكان عمل وعم تحسي حالك أنك ضعيفة بالشغل أو العالم عم بيعتبروك ضعيفة وعم بيعملوك على هالأساس، بدي أعلمك كيف تكوني قوية بشغلك. والسبب لهالشي كتير كتير بسيط، أنك أنت ما عم تكوني حازمة بالشغل. تقبليها مني لأن أنا حعلمك كيف تكوني حازمة وتثبتي قوتك بالشغل. أول طريقة أنك تبطلي تقولي نحنا وتقولي أنا. بعرف انه كل شيء خاصه بالتيم ورك، ولما بتعززي الثقه بينك وبين الفريق تبعك بالشغل لازم تقولي نحن وتحكي عن حالك بالجمع بالنسبه للشغل، بس لما تكوني باجتماعات مهمه وبدك تثبتي حالك وتكوني شغله انت عملتيها وشغله انت اللي ناجحه فيها وشغله انت اللي اشتغلتي عليها وانت طبقتيها، معلش اذا قلتي انا عملت هيك وانا طبقت هيك وانا لقيت هذه النتيجه. ثاني نصيحه انك توقفي على الضوء الاحمر. معناتها عم قلت هذا الشيء حتى ذكرك بموضوع معين. لما تكوني عم بتسوقي وتقفي على إشارة السير، في أحمر وأصفر وأخضر، عندك دقيقة واحدة بس على الأخضر حتى تقدري توصلي رسالتك باجتماع فيه كتير ناس. بدك بعد دقيقة ساعتها بتصيري بالمنطقة الصفرة، معناتها لازم تخففي وبلشي تنهي الموضوع، وعلى الأحمر بتوقفي. تذكري إذا حكيتي أكثر من دقيقة أو دقيقة ونص بنقطة معينة حتتشتتوا أفكارهم وما حيسمعوا لك بقى. فتأكدي لما تكوني عم تحكي بموضوع مهم باجتماع كبير انك توصلي رسالتك بطريقه سريعه. ثالث نصيحه انك تاخدي بوز قوي. اي مزبوط، بدك تاخدي بوز، بدك توقفي تشهلي تحطي ايديك على خصرك. تذكري انه البادي لانجويج تبعك وحكينا فيها قبل كثير بتاثر على ثقل بالنفس وكيف العالم بيشوفوكي انك واثقه بحالك. فاذا بدك تتمرني قدام المرايه بالبيت تمرني، مش مشكل. اذا بدك تاخدي فيديو لحالك انت وعم تحكي مع اشخاص، جاي طلعي بالفيديو شوفي شو الاشياء الغلط اللي عم تعمليها اذا كنت عم تعطي خطاب او اي شيء من هالنوع. شحلي ظهرك، وقفي جالسة، جايك يكونوا شوي مفترقين عن بعضهم، وحطي ايديك على خصرك من وقت لوقت حتى تبيني انه انت جاي من مصدر قوة لما تكوني عم تحكي. تبع نقطة انه كوني منيحة مع حالك، شجعي حالك. فكري كيف لما تكوني عم بتشجعي ولد صغير ما عنده كتير ثقة بحاله او ما عم بيقدر يحكي كتير، او فكري اذا كان عندك انت اشخاص بالفريق تبعك بالعمل حسيتيهم مش كتير واثقين بحالهم وبدهم مين يشجعهم، شجعي حالك بنفس الطريقة. كوني منيحة مع حالك قبل ما تكوني منيحة مع اي شخص ثاني. عملي بوز مثل البوز اللي قلت لك عنه بالنقطه الثالثه، عملي بوز ذهني. فكري بينك وبحالك بقوتك، ذكري حالك بالنتائج اللي قدمتيها لحديت هلا، وذكري حالك بشو انت بتستاهلي. خامس نقطه انك تشاركي بكير بالاجتماعات الكبيره ولما تكوني مع اشخاص مهمين بالشغل، شاركي بكير بالاجتماعات. هاي شغله كانت تصير معي قبل، انه يكون عندي فكره كثير مهمه وانطر، لانه وقتها من زمان كان عندي يمكن خجل اني اقول النقطه تبعي او خاف حدا يحكم علي، بس بعدين حدا غيري بيقولها وساعتها بيطلعوا هن الاشخاص يلي قالوا هالنقطه المهمه كثير يلي حسنت الشغل او عطت الامبريشن انه هن اشخاص كثير واثقين بحالهم. لما تجيكي فكره وثقي بحالك قوليها للفكره وشاركي بكير بالاجتماع، لانه اول كل ما بكرتي بالمشاركه كل ما العالم تذكروكي وكل ما العالم كانوا عم بيركزوا معك اكثر. سادس نقطه وهي بتصير معنا كثير كنساء بالشغل، بتصير مع الاشخاص كثير بس خاصه مع نساء بالشغل، وانا صار معي كذا مره. بتكوني باجتماع عم بتجربي تحكي، يمكن لانه صوتنا شوي اوطى من صوت الرجال بالمكتب، لانه اصلا الاحصاءات بتقول انه الرجال بالاجتماع المهني بيكونوا اكثر من النسوان، يمكن صوتنا بيكون اخف منهم. اذا كان شخص قطعك عن الحديث او ما سمعوك تاكدي انه يرجعوا يسمعوك، وتاكدي انك تقولي النقطه تبعك. اذا حدا قطعك جاي قطعيهم وقولي لهم انت بعد ما خلصتي النقطه تبعك وفي شيء حابه تزيدي. سابع واهم نقطه، ما تخسري صوتك. الاحصاءات بتقول ان الرجال كل ما تقدموا بالشغل كل ما عالت مرتبتهم بيزيد حكيهم ومشاركتهم بالاجتماعات وبيصيروا يزيدوا الكونتريبيوشن تبعهم للشركه اللي هن فيها. بس النساء، وهذا شيء كثير سيء وكثير بزعل، انه كل ما زادت مرتبتهم وكل ما زادت مسؤوليتهم بالشغل ما عادش بيحكوا كثير وما عادش بيشاركوا كثير. يمكن هذا الشيء ما بيطبق عليك بس هي هي الاحصاءات. وإذا أنت كنت من الأشخاص اللي هذا الشيء عم بيصير معهم، ما بعرف ليه، يمكن أنت خايفة إنك تخسري مرتبتك أو يمكن خايفة حدا يحكم عليك، بليز شجعي حالك إنك تحكي، بليز شجعي حالك إنه تاخدي أونرشيب على الشغل اللي أنت فيه وتحكي وتعبري عن حالك، لأنه أنت كمان هلا صرتي بتمثلي الشركة، وإذا كنت بمرتبة بتقدري تعطي رأيك فيها وحتفتحي مجال للنساء تانيين يعملوا نفس الشيء. إذا كان عندك مشكل بالثقة بالنفس، إذا كان بالشغل أو بحياتك الخاصة، ما تنسي إنه عملنا كذا حلقة أول ما بلشت معكم بلوليا عن الثقة بالنفس، كيف تعمروها وكيف قبل ما أصلاً تعمروها كيف تقدروا توحوا فيها. فشوفون وعطوني رأيكم فيهم، وإذا عندكم أي أسئلة على هذا الموضوع بليز اكتبوهم تحت بالكومنت بوكس.